بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب بكم أعزائي الطلبة في المحاضرة الجديدة، المحاضرة الثانية من دورة الأدب التحضيرية. بهاي الدورة راح نعلمكم شلون تفهم مادة الأدب وشلون تقرأها وشنو الأشياء اللي لازم تركز عليها. المحاضرة السابقة تقدر تشوفها أيضا ناشرينها بقناة التليجرام وأيضا موجودة بقناتنا على اليوتيوب. المحاضرة السابقة أخذنا بها المصطلحات الأساسية في مادة الأدب وعرفنا الأدب بشكل عام. اليوم راح ناخذ 5 تعاريف جدا جدا مهمة وتجيك بالامتحان. بعض الأسئلة اللي ممكن الطالب يسألني إلها: أستاذ محمد، هاي التعاريف وين ألقاها؟ ما يحتاج تلقاها، تعاريف ذن تاخذ لهم سكرين وتكتبهن بالدفتر يمك، تعب نفسك، لا تدور، كل شي جاهز، الله يرضى عليك، لا تاخذ كل شيء جاهز، شوية تعب نفسك، هاي التعاريف تاخذ لهن سكرين وتنزلهن يمك، تقراهن وباشر اسألك بيهن، باشر اسألك بيهن. حياكم الله، عيني طلابنا الاعزاء، فخلي نبلش باخذ تعاريف مهمة بمادة الادب. اول تعريف مهم عندنا هو الكونتراست او البيرادوكس، سمونه كونتراست او بيرادوكس، اللي هو التناقض. شنو مقصود بالتناقض؟ المقصود بي the use of two opposite things or pictures side by side، هو استخدام شيئين متناقضين جانب بجانب الآخر. يعني شلون؟ يعني احنا عندنا شيئين متناقضين، يعني عندنا شيئين بالقصيدة، الشاعر من يكتب هاي القصيدة راح يلقى بيها تناقض، يعني انت راح تلقى بيها تناقض. هذا التناقض يعني راح نكتشفه احنا بالقصيدة. اولا هو يريده من عندك تعريف بالامتحان، يقول لك عرف لي الكونترست وانت تعرفه، هاي واحدة. وممكن ايضا يجيك بطريقة اخرى واللي هي مثلا يقول لك استخرج لي التناقض. فمثلا على سبيل المثال طلابنا الاعزاء، مثلا الشاعر يقول كل شيء جميل الا انا حزين، everything is happy but I am sad كل شيء سعيد إلا أنا حزين. هذا هو التناقض ما بين السعادة وما بين الحزن. طلابنا الأعزاء، أدري بالصورة ماكو، عيني أدري بالصورة ماكو، بس النت شوية ضعيف وقاعد تخرج، والله وياكم، الله شاهد، خليكم وياي، كل شيء ظاهر بالتسجيل، كل شيء موجود بالتسجيل عيني. فهذا هو الكونتراست، التناقض، هو التناقض ما بين شيئين أو صورتين في القصيدة. وإذا ضربت لك مثال عليها everything is sad كل شيء، أو everything is happy كل شيء سعيد إلا أنا حزين، هذا هو مثال عن التناقض. يعني اكو تناقض، او ممكن يكون التناقض ما بين الموت والحياة، يعني شاعر يتحدث عن الموت ويتحدث عن الحياة، فهذا هو تناقض كما هو تعريف وكما هو يوجد في القصيدة. لهنا احد عنده سؤال على موضوع الكونتراست التناقض عيني؟ وبالنسبة للامتحان، نعم بالنسبة للامتحان شلون يجيك تعريف يقول لك عرف التناقض، انت تنزل هذا التعريف The use of two opposite things, picture side by side. ارجع شوف الفيديو اذا النت يمك ضعيف ارجع عيد الفيديو. نجي الى عندنا تعريف اخر وهو السجع. شنو المقصود بالسجع؟ Is the repetition of the middle vowel sound in two words in the same poetic lines. شلون يعني هذا الكلام الاساينس اللي هو السجع؟ طبعا المقصود بالسجع هو تكرار صوت العلة في وسط البيت الشعري، اذا لقينا قصيدة وبيها صوت العلة متكرر بنص البيت الشعري بنفس البيت الشعري راح نقول على هذا سجع. راح انطيكم مثال واريد من عندكم انتم تحلونه. الان لو جئت الى هذه الكلمة، وهذا فرضناه بيت شعري، نريد نستخرج من عنده السجع، راح ندور وين اكو صوت علة موجودة بنص الكلمة متشابه. الأو مثلا عندنا الأي،
موجود بكلمة أمج وموجود بكلمة درو. إذا هذا حرف الأي وهذا حرف الأي، يعني هن لازم يكونون أصوات متشابهة. إذا كانوا بنص الكلمة راح نقول على هذا سجع، أو مثلا صوت الآي في كلمة بيكتشر وصوت الآي في كلمة يوزنج، هذا هو السجع، هذا هو السجع. زين عيني، وراح أعطيكم أنا مثال وأريدك تستخرج لي السجع. خلي نفرض هذا، خلي نفرض هذا هو بيت شعري، أريدك تستخرج لي من عنده السجع. يلا بالتعليقات جاوبني. يلا طلاب عيني، أريد أتمنى تأجلون الأسئلة والأجوبة، أجلوها وجابونا بالتعليقات وين موجود عندك السجع في هذا البيت الشعري. زينب كاظم كاتبة words، غلط يا زينب، لازم تكتبين الحرف فقط، حرف الأو بالضبط، أحسنتي بنين، حرف الأو بالضبط، حرف الأو. الأو ليش؟ لأن موجود بكلمة consonant، موجود بكلمة sound، موجود بكلمة word، بالضبط أحسنتم، الأو. نعم، بعد عندنا بالله آخر، بعد عندنا، اي نعم بعد عندنا، بالضبط أحسنت يا ريام، أحسنتم. نعم، حرف الأي موجود عندي في كلمة many وموجود عندي في كلمة consonant، بالضبط نعم أحسنتم. عيني أكو طلاب يقولون حرف الأن، غلط غلط غلط، حرف الأن غلط غلط غلط، صفر صفر، هذه أن شنو؟ وين أكو أن؟ أن مو علة يابا، عيني دا أقول لك صوت العلة، الأن مو من ضمن أصوات العلة، الأن مو من ضمن أصوات العلة، دا أقول لك فقط من أصوات العلة. كاتب لي واحد الأن والله موجودة بكونسننت وموجودة بساوند، خطأ، هذا الأن مو من ضمن العلة، دا أقول لك لازم يكون من أصوات العلة. سواحد كاتب لي أستاذ شلون نعرفه؟ شلون تعرفه؟ صوت العلة اللي موجود بنص الكلمة متشابه، مثلا عندك الأو كما في كلمة كونسننت وكلمة ساوند. هسه هذا المقصود بالسجع، اعتقد صار واضح التعريف، يجيك وبالامتحان يعطيك قصيده يقول لك استخرج لي السجع، انت راح تدور صوت العله الموجوده بنص الكلمه متشابه، راح تحدد تقول الاستاذ هذا الصوت، خلاص انتهى الموضوع. زين استاذ بلا زحمه عليك، نعم نريد احدد واجاوب، واجاوب بحرف لو بكلمات، يعني شلون بكلمات؟ اكيد حرف، ما انا دا اقول لك الحرف. اوكي دكتور شكرا. نعم حياكم الله. عندك رقم 3 الامجز، الامجز يعني شنو؟ يعني الصور. The use of words to draw a picture، هو استخدام الكلمات to draw لكي ترسم picture، صورة، of using image لاستخدام صورة، in order to لكي، in order to معناها لكي او حتى، in order to او لكي او حتى، to emphasize لكي تؤكد على فكرة معينة، to emphasize about an idea، إذن حتى تركز على فكرة معينة نستخدم فد تكنيك نستخدمه بالأدب نسميه إحنا الأمجز. الأمجز يعني الصورة الذهنية اللي موجودة بالقصيدة واللي إحنا راح نستكشفها ونوضحها، وراح نعرف ليش الشاعر استخدم هاي يعني الصورة الخيالية. فأكو قصيدة موجود، أكو موجود قصيدة عندنا بالثالثة المتوسط، قصيدة الشاعر محمد مهدي الجواهري، قصيدة دجلة الخير. يقول في هذه القصيدة، طبعا خلي ألقلكم شعر، أنا أحب الشعر طبعا وإلقائي بالشعر، يعني إن شاء الله يعجبكم، وطبعا يعجبكم، إذا واحد ما يعجبكم غير أسوي له إزالة وبعد ما خليه يشترك بالقناة، فدير بالكم، واحد يقول مو حلو زين، دير بالكم. شوية أريد أكون يعني استبدادي بهذا الموضوع. زين زين، يقول محمد مهدي الجواهري: حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتيني، حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين. طبعا هنا أكو صورة ذهنية جميلة تقول
واحد يقول لي قاعد قاعد صدق كذي بعيني طلاب خو ما عدنا احنا جلسة شعرية الله يرضى عليكم. شوية حبيت ألطف المحاضرة زين. حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتيني. حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين. يعني دي يقول يا دجلة الخير أني حييت سفحك ظمآنا عطشان لوذ الحمائم مثل الحمامة لوذ الحمائم بين الماء والطين مثل الحمامة العطشانة اللي تدور مي بالطين وتلوذ وتفتار حتى تحصل على مي. فأني عطشان إلتش يا دجلة مثل الحمامة. طلاب أسألكم سؤال، هسه أنا من قلت هذا الكلام ما إجت بباركم صورة ذهنية للحمامة وإلى آخره؟ ما إجت ببارك صورة الحمامة وفد تخيلوا بذهنك صورة للحمامة وللطين وللمي ودجلة وكذا إجى ببالك لو لا؟ جاوبني بالتعليقات. إجى ببالك صورة ذهنية؟ اي بالضبط. اذا هي هاي الصوره الذهنيه احنا نسميها الامجز اللي هي الصور. بالضبط صوره الحمامه انت بديت تتخيل هو هذا الصوره. يعني احنا في احد في واحده من القصائد يعني احد الشعراء يتكلم احد الشعراء الاجنبيين يعني انجليزي يعني يحكي عن يعني يتكلم عن 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 الربيع فيعني يتكلم يقول فوهنالك السلحفات التي يعني تلعب وتروي قصص وإلى آخره فينطي أسماء حيوانات وأسماء جبال وكذا. فهنا أنت راح تجيب بالك صورة ذهنية هذه هي هذا إحنا نسميها الأمجز. وهنا الشاعر يستخدمها حتى يوضح فكرة معينة. فهنا عندنا محمد مهدي الجواهري من قال حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين. ده يأكد على جانب وآخر مهم. ما هو الجانب هذا برأيكم طلاب؟ يعني ما هو الجانب اللي يراد يأكد به محمد مهدي الجواهري في قصيدته دجلة الخير؟ هنا طبعا أحد الإخوان يقول تذكروا الماضي أعتقد قال هذا الكلام أحد الإخوان. برأيك الجانب يعني جانب الاشتياق. نعم بالضبط الاشتياق للوطن. احسنتم احسنتي يا اسيل احسنتي ضحى. بالضبط. اذا يعني احنا يعني معناه اذا هو راد يأكد على جانب الشوق فارسم صوره انه رسم انه صوره اللي هي صوره الحمامه. اذا حتى اذا طلابنا الاعزاء اذا يجيك سؤال باللغه الانجليزيه ليش الشاعر يستخدم الصور تقول له to emphasize an idea to emphasize an idea أو to emphasize the idea حتى يأكد أنه عن فكرة معينة. وطبعا أكو أمثلة كثيرة باللغة الإنجليزية باللغة العربية في القصائد اللغة العربية. مثلا عندنا قصيدة بدر شاكر السياب لما يقول يعني مشتاق إليك شوقا من يذكر القصيدة بثالث متوسط شوق الغريق شوق للماء والطين. لا 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 مو قصيدة شوق الغريق لا لا مو الغريب شوق الغريق إلى الهواء. يعني مشتاق لك يا وطن العراق الوطنة بدر شاكر السياب مثل الغرقان. العفو استاذ تتعرف بالانجليزي؟ لا لا فيزياء يعني صدق كذي يا اخوان دا ندرس مادة الادب وبس دا ننطي امثلة بالعربي حتى نوضح لك اياها يا اخوي. ف تمام استاذ. نعم فهنا هذا الامثلة هذه الامثلة ليش استخدمها بدر شاكر السياب؟ ليش استخدمها؟ حتى يوضح ان فكرة معينة اللي هي انه احنا لازم يعني انه احنا انه لازم نفهم الصوره اللي ركتبها ان الشاعر وهي صوره اشتياقه الى الوطن. اذا هذه هي المقصود بالامجز.
نجي الى رقم أربعة. رقم أربعة اللي هو الالتريشن. الالتريشن is the repetition of the initial consonant sound in many words in the same poetic line. الالتريشن اخوان الاعزاء المقصود به هو تكرار صوت الصحيح، الصوت الصحيح مو العلة، في بداية الكلمة في نفس البيت الشعري. يعني شنو معناه استاذ محمد؟ ما فهمت، ممكن توضح لي بعد اكثر؟ اي تدلل الصراحة فهمك اياه بصورة جدا واضحة. عيني المقصود بالالتريشن من تلقى القصيدة بيها نفس الاحرف بداية الكلمة بنفس البيت الشعري تقول علي alteration. راح نعطيك مثال. فرضا انا عندي قصيدة وهذا هو بيت شعري، راح اجي على هاي القصيدة. طبعا هاي القصيدة ادور هل هذه القصيدة يوجد بها alteration. نعم هاي القصيدة تحتوي على alteration. اين موجود الالتريشن؟ اللي هو picture الـ p و point. شفت هذول اثنيناتهم بهم alteration. عندنا بعد alteration اخر، اي نعم عندنا بعد alteration اخر اللي هو شنو؟ اللي هو الما، may و make. هذول اثنيناتهم alteration، هذول اثنيناتهم alteration. واضح عيني هسه؟ استاذ شوي عيدي. نعم طلابنا الاعزاء ركزوا يعني شنو المقصود بالالتريشن. الالتريشن هو تكرار، هذا تعريف تحفظه، هو تكرار الصوت الصحيح، تكرار الصوت الصحيح في بدايه في بدايه الكلمات. يعني هاي مو عندي كلمه بدايتها من تكون متشابهه، هو هذا نسميها احنا الالتريشن. يعني مو الا بالتسلسل، عسى ما باول وبالاخير، المهم يكون عندي نفس الصوت ببدايه الكلمه. مثلا عندك هنا ب وهذا عندك ب، هذول مو متشابهين، هذول نسميهم احنا alteration، نسميهم احنا alteration. زين هسه برايكم طلابنا الاعزاء، برايك هذا هنا عندك alteration؟ بلا دور لي بهذا، خلينا نفرض هذا قصيده وبها هذا البيت الشعري. يلا اخوان يلا استخرج قمه هالكرد من استخرج صوت alteration من هذا البيت الشعري. نعم صوت الاس، احسنتم، نعم صوت الاس. اكو طلاب كاتبين ام، لا عين الام مو alteration، لا وين الام؟ الام لازم يكون متكرر اخوان، فقط صوت الاس لانه موجود بكلمة sound وموجود بكلمة same. ان خطأ فاطمة، ان خطأ يا فاطمة، تصار اس صح. خلي أنطيكم بعد مثال آخر. نلقى لكم بعد فد مثال آخر. نعم هذا هو بالله. هنا شوف لي وين عندك alteration. فرضا هذه قصيدة وهذا هنا شوف لي اكو عندك حرف الدي description. دي احسنت بالضبط. شكرا جزيلا. نعم بالضبط. اذن طلابنا الاعزاء هذا هو المقصود بالالتريشن. ما شاء الله جوابكم حلو، تفاعلكم جميل. ايضا عندنا الالستريشن. الالستريشن هو نفسها الامجز طلاب. الالستريشن هي نفسها الامجز، هي نفسها الالستريشن، هي نفسها الامجز بالضبط. يعني كل فرق ماكو، سواء اذا كتبت هذا التعريف او هذا التعريف فهو نفس الشيء، بس هم مكررينه. يعني مرات اكو اساتذه بجامعات يقول امجس ومرات يقولون الستريشن، بس هو الاكثر شائع هي الامجس اللي هي الصور. الستريشن هي توضيح، ايضا صوره واضحه يستخدمها الكاتب بشكل بصوره معينه حتى يوضح شيء معين. ناس عندك طلابنا الاعزاء عندك خمس تعاريف تحفظهن. ناخذ موضوع الريبيتيشن بس، رقم 6 ريبيتيشن بس، هذا
اخذ له سكرين يمك على مود تكتبه بالدفتر، بس الريبيتيشن ناخذه، بس هذا اخر واحد ريبيتيشن. طلاب عيني اخذوا سكرين للماده وكتبوا، ما انزل لكم ما لازم، بعد ما تقرون والله ما تقرون، اخذ سكرين واكتب تعاريف يمك. هذا انا هذا نظامي، انا هذا نظامي زين. المادة عندنا الدكتور مالنا ملخصناها كلش واسعة، مو هي شي تعرف يعني حلوة ومرتبة والله هي هاي المشكلة. أنا ناس طلابنا الأعزاء بالنسبة لأستاذك الجامعي، إذا 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 منطيك ملازم فنصيحتي إلك تقرأ على ملازم الأستاذ، نصيحتي إلك تقرأ على ملازم الأستاذ، لأن الأساتذة يريد الشرح مالته. إذا جاب لك عرف لي مثلا قمة هيل كريد، فأنت لازم تكتب له من ملزمتك، عفوا إذا جاب لك مثلا تعريف الالتريشن أنت لازم تكتبه من ملزمتك. إذا أن طلابنا الشبكة ضعيفة جدا فراح نضطر أن نتوقف النت المحاضرة لها لهنا. خمس تعاريف هذه أخذناهن، إن شاء الله نشوفكم بالمحاضرة الجاية قارين هاي المادة وراح أسألكم بها. أتمنى اللي حاضر وراح يتابع ويانا ما يكون متأخر عن المادة، ويكون قارئ المادة جيدا ولا ينطين اعذار. دير بالكم من الاعذار. منو كان عنده سؤال قبل شوية؟ انا دكتور. تفضل لا تحكي، انت سؤالك تقول اكو التعريف اللي عندي يختلف عن التعريف اللي عندك، اكو شوية بيتغير مو صح؟ نعم مو مشكلة عيني، اي تعريف تكتبه صح، بس يفضل انه الاستاذ الجامع استاذك اللي بالجامعه او استاذتك اللي بالجامعه انطوكم ملازم، يفضل انه تقرون على ملازمهم، يفضل هذا الشيء. اي دكتور،